السلام عليكم ورحمة الله. الحرب التي نخوضها ليست كحرب روسيا وأوكرانيا. نحن لا نتكلم في السياسة، فأخ سألني عن الحرب العالمية الثالثة وتوقف الهجرة وما إلى ذلك، فنحن لا علاقة لنا بالسياسة، نتكلم عن الهجرة المفتوحة دائما وكيف تحصل على عقد عمل. تابع معي هذا الفيديو لأن هذا الموقع خيالي ومجاني لتتعرف على البرنامج الذي يهمك وكيف تهاجر إلى كندا وتحصل على عقد عمل وما هو المقيم الدائم، وأيضا إذا أردت الدراسة، أردت لم الشمل، جلب العائلة. هذه أسئلة نواجهها في القناة، سوف نتكلم عنها جميعا في هذا الفيديو الرائع لموقع خيالي تحصل فيه على جميع المعلومات والبرنامج الذي يؤهلك لدخول كندا، وأيضا المصاريف التي كل برنامج يتكلمون عن كل برنامج كم سوف تدفع فيه. هذا في خلاصة شاملة. تابع معي هذا الفيديو، فالحرب التي بيننا وبين الهجرة لن تتوقف، وسوف نكمل هذه الإجراءات إلى أن نحصل على عقد عمل جميعا لكل من هو مشترك في هذه القناة وكل ما هو مفعل الجرس الذي يشاهد أول فيديو نقوم بنشره سوف يهاجر إلى كندا. حتى يعني لو وضعنا تحدي، أيضا نضع تحدي لكي نسجل أي أخ تعسر عليه الأمر أو أخت تعسر عليها الأمر في أن تحصل على عقد عمل، سنقوم بذلك قريبا جدا. نرى اهتمامكم ومشاركتكم لفيديوهات القناة، فهي التفاعل قليل جدا، فإذا كان التفاعل كثير سوف نقوم بهذا التحدي ونسجل الإخوان للهجرة إلى كندا بشكل خاص لأن عليها إقبال كثير ليست كالدول الأوروبية. اجعل حربك وهي الحرب التي سوف تقوم أنت بتغيير وضعيتك وتهاجر إلى الدولة التي تعشقها وتريد الاستقرار فيها. مدة سنتين تحصل على الإقامة الدائمة، ثم يمكنك تغيير الوضعية والذهاب إلى أي مقاطعة جنوبية أردت أو في الشمال أو في الشمال الغربي، هذا راجع إليك. إذن نتجه مباشرة إلى شرح الموقع لكي لا أطيل عليكم. لا تنسى أن تضع لايك لهذا الفيديو. مرحبا بكم أصدقائي من جديد. نموذج تقييم الهجرة الكندي العام المجاني، نضع خط تحت المجاني، ثم نبدأ الهجرة العامة، الأعمال، الأسرة، الدراسة، كل واحد يختار مجاله، نختار الهجرة العامة. ثم الملف الشخصي، الاسم الأول، الكينيا، البريد الإلكتروني باسمك ونسبك، الجنسية، تضغط على السهم أقصى اليمين ثم تختار جنسيتك من أي دولة أنت، فسهل جدا هذا كله. حتى لو كنت مقيم في دولة أوروبية يمكنك التسجيل في الموقع، لأن مثلا نختار مصري الجنسية وليس بلد الإقامة، هنا بلد الإقامة، يعني أنت مغربي ومقيم في الأردن مثلا، أنت مصري ومقيم في جزيرة أو في تشاد، تختار ثم نضع مثلا جزر القمر، هذه البلد الذي نقيم فيه مثلا. ثم العمر، تحديد السن بدون سن محدد، يمكنك إذا أردت الدراسة فهم يقبلون أقل من 18 سنة. ثم نضع على سبيل المثال 41 سنة. الهاتف اختياري، الحالة الاجتماعية، هل أنت متزوج، أعزب، مطلق، نضع أعزب على سبيل المثال. ثم لديك أطفال تحت السن 22 سنة، إذا وضعت نعم تحدد كم عدد هذه الأطفال، ثم هنا تختار كم عددهم، واحد أم اثنين أو الرقم. إذا نضع الخطوة التالية، نكمل الاستمارة، تابع معي. الخطوة التالية يعطيك الملف الشخصي، فيه التعليم والتدريب الخاص بك، هل حصلت على أي تعليم أو تدريب بعد المرحلة الثانوية، تختار نعم أو لا. ثم الخطوة التالية يعطيك خبرتك في العمل، هل حصلت على أي خبرة عمل، مدفوعة الأجر في السنوات العشرة الماضية، تضع نعم أو لا، هذا رقم فهو يعتبر من يعني لا. ثم الخطوة التالية
يعطيك إجادات اللغة الكندية الرسمية، يعني لغة إنجليزية أو فرنسية، فهم يتكلمون اللغتين. ثم تختار إتقان القراءة، هل أنت مبتدئ وما إلى ذلك، فهذه أجوبة سهلة. هكذا التحدث والقراءة والاستماع، فالتي عليها نجمة يجب عليك أن تملأها، فهي شيء ضروري. الفرنسية والإنجليزية تختار اللغتين، هل لا تتكلم اللغة الفرنسية، هل تتكلم إنجليزية، هل تستمع جيدا، هل تكتب جيدا. ثم الخطوة التالية، هذه أسئلة يجب أن تجيبها، تحديد جميع البيانات، السنوات العشرة الماضية، كم سنوات خبرة في العمل الماهر خارج كندا، سنة أو سنتين، السنوات العشرة الماضية كم عدد السنوات. هذه أسئلة فهي يجب أن تجيب عليها، لأنها فيزيولوجي، أسئلة نفسانية. مثلا كم عدد سنوات الخبرة في العمل الماهر داخل كندا؟ لا شيء لا يوجد، لأنك لم تعمل في كندا. هل لديك شهادة تأهيل من هيئة إقليمية أو إقليمية فيدرالية كندية؟ لا. هل لديك ترشيح من مقاطعة أو إقليم كندي؟ لا. عرض عمل صالح من صاحب عمل كندي؟ لا. هل أنت وزوجتك الشريك أو أخت تعيش في كندا؟ لا. لديك مقيم هكذا، شريكك القانوني. أنت تجيب على هذه الأسئلة كلها. من حالة طبية؟ لا. مقدار المال المتاح لأغراض الاستقرار في كندا، تختار أنت يعني عملتك، ثم المقدار، الأسئلة والتعليقات، أي سؤال، ثم إرسال. من خلال تقييم نموذج تقييم هذا، فإنك توافق على تلقي أخبار الهجرة العامة والتحديثات من كندا. يرسلون لك البرنامج الذي سوف تهاجر من خلاله. نعود مباشرة إلى الصفحة الرسمية للموقع الرسمي لكي نتكلم كيف حصلنا على هذه الاستمارة. هو الموقع، أريد تصريح عمل، أريد الهجرة. هنا أصبحت بسيطة، اكتشف ما إذا كنت مؤهلا للهجرة إلى كندا. هنا جميع الأجوبة، أريد أن أدرس، لست متأكد، تقييم يعني الاستمارة التي تكلمنا عنها، رعاية الأطفال، عائلة للقدوم إلى كندا. هنا تكون مؤهلا لرعاية أسرة تريد القدوم إلى كندا، أريد الاستثمار، وأحدث الأخبار. لماذا كندا؟ هذا هو المحامي رينو كندي للمحامية، شركة محاماة كندية مقرها في مونتريال التي نتكلم عنها. وهنا خيارات الهجرة، أريد الهجرة، أريد الدراسة، نضغط على أريد الهجرة في أسفل الصفحة. هنا الأسئلة الشائعة، كيف تهاجر إلى كندا؟ إلى غاية 2023 مطلوب أكثر من 1,000,000 مهاجر جديد. نظرة عامة عن البرنامج، رعاية الأسرة، اللاجئين، هل من السهل الهجرة إلى كندا؟ ما هي متطلبات الهجرة؟ كم تحتاج من المال للهجرة إلى كندا؟ كلها أجوبة تجدها هنا. هنا نصيحة الهجرة، أيضا خيارات الهجرة الاقتصادية، برنامج ترشيح الإقليمي، الدخول السريع، كيبيك، المستثمرين، رعاية الأسرة. هذه أجوبة عن سؤال يخطر على بالك، وكم من المال تحتاج. أيضا $2,300 كندي لمقدم طلب واحد، الإكسبريس أونتري ب 2,500 للزوجين. متطلبات الهجرة لكل برنامج هجرة، الحد الأدنى من المتطلبات الأهلية، السن غير محدد. أيضا ما هي أسرع طريقة؟ هنا السن، لا يوجد حد معين للسن في أي برنامج هجرة كندي. كما ترى أمامك، من السهل الهجرة إلى كندا، لا أحتاج إلى عرض عمل، دخول السريع، ترشيح الإقليمي، المقيم الدائم، ما هو هذا المقيم الدائم؟ كما ترى هو مواطن من دولة أخرى، تم منحه إذن للعيش في كندا كمقيم دائم. وما هو المواطن؟ هل يمكن العمل في أي مكان في كندا؟ أجوبة عن كل أسئلة. إذا كنت جاهزا للبدء وتقييم الهجرة المجاني، فاكتشف، اضغط عليها باللون الأحمر، ثم سيحولك مباشرة إلى الاستمارة التي تكلمنا عنها. ثم تبدأ في كتابة التقييم وإرسال هذه الاستمارة لكي تعرف البرنامج الذي يهمك والذي سوف تهاجر من خلاله. أتمنى لكم حظا موفقا. أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات، وشكرا لكم من قناة سويت هارت للهجرة.